توبي عملت منتجات جديدة للجيمرز ومدخلاها السوق المصري، وهنشوف مع بعض ايه الجديد ونعمل جهاز كده في السريع. اول حاجه ممكن اتكلم عنها وهي الكيس دي، سوبر كولينج جلاسي جيمنج كيس. الكيس فيها اربع مراوح وسبورتد انها يركب فيها تسع مراوح، وتشيل ماذر بوردز او كروت شاشه باحجام كبيره، يعني المفروض انها واسعه من جوه. ده اللي هنعرفه واحنا بنجرب الجهاز. الاول ان وان ووتر كولينج سيستم في موديلين منزلينهم، ال 360 وال 240. التبريدين دول بيدعموا كل السوكتس بتاعه انتل واي ام دي لكل الاجيال ولحد اخر جيل، ودي حاجه كويسه جدا. وكمان بيدعموا الار جي بي سينج. الباور سبلاي اللي جايباته بيه هو 850 واط. الباور سبلاي ده فيه مكثفات يابانيه وكمان فول موديلر، يعني تقدر تركب الكابلات اللي انت عايزها بس، وتشيل الكابلات اللي انت مش محتاجها او مش هتستخدمها، عشان ما يبقاش عندك جوه الكيس اسلاك ملهاش لازمه وانت ما بتستخدمهاش. جوده الباور سبلاي ده 80 بلس جولد، ودي كفاءة عالية جدا. وكمان الباور سبلاي ده بيجي معاه ضمان 5 سنين، يعني تقريبا انت مش محتاج حاجة تاني. كمان في مراوح عاملاها زيادة تركب في الكيسز من نوع RGB. المراوح دي باين من الماتريال بتاعتها انها كويسة. لسه لما نجرب الجهاز كله هنحكم عليها ونشوف اداء الجهاز عامل ازاي. انا هركب في الجهاز ده كارت شاشة من نوع جيجا بايت 3080، وهركب ماذر بورد من نوع اسوس رامبج اكستريم، وهركب بروسيسور كور i9 7940X، وكمان هركب معاه رامات كينغستون 16 جيجا. خلونا نبدأ نركب الجهاز. بعد ما فتحت الكيس كان شكل الكيس تحفة جدا، وانا بشيل كده اللزق اللي عليها. لا الصراحة انا عجبني شكلها جدا، وهي الديزاين بتاعها يعني لامم كل حاجة رغم الحاجات اللي راكبة كبيرة. كارت شاشة 3080 هو اكبر كارت شاشة موجود دلوقتي. المذر بورد اللي راكبة دي هي اكبر مذر بورد موجودة، وهي تشيب X299، فهي اكبر حاجة موجودة واكبر حتى من المذر بوردز اللي موجودة للجنريشنز اللي موجودة حاليا. فالكيس دي معموله انها تشيل كل حاجه، وانا بركب الكابلات بتاعت الباور سبلاي ما واجهتنيش مشاكل في الكيبل مانجمنت، بالعكس الدنيا رايقه وجميله زي ما انتم شايفين كده. الموضوع كان حلو جدا جدا. بعد ما شفنا فورزا هورايزون 4 وديز جان وسايبر بانك، والحراره الصراحه كانت كويسه. اداء الكولر والاستابيليتي بتاعت الجهاز على الابلكيشن بتاع ايدا 64
كان كويس جدا، الجهاز ما عملش اي مشاكل، ما كانش فيه اي مشاكل لا في الباور سبلاي ولا في الكولر اللي كان راكب، كل حاجه كانت كويسه. اللينكات بتاعت الشراء هتلاقوها تحت موجوده في الديسكريبشن. بس ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان تشوفوا الفيديوهات اللي جايه. سلام.